أقول إنه الفنانين كل واحد بيؤدي دوره بشكل أو بآخر، حيث حرص الفنان فاروق حسني وزير الثقافة السابق على زيارة فعاليات معرض الفن المعاصر تحت عنوان الأبد هو الآن المقام عند سفح الأهرامات، قائلا: سعدت بمشاهدة العمل الفني المتميز للفنان الكبير راشد بن خليفة الذي يحمل عنوان أجزاء من المتاهة المستوحى من قصة المتاهة المصرية القديمة، وفوجئت بعمل فني كبير متفرد يخلق حالة حوار فنية بين الهرم لغة التاريخ الأبدي مع الفن المعاصر، ليؤكد براعته في الحوار بين عمله وتفاعله مع الفراغ المحيط بالهرم. وأضاف حسني أن هذا الحدث الفني الهام يؤكد أهمية الحضارة المصرية وقدرتها على الخيال والإبداع. أستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدي الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا الإخبارية. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع تقرير عن أسبوع التوعية بمرض